أهلا وسهلا فيكم في القصر الجمهوري بيت الشعب وهذا بيتكم تعرفوه. كل شيء بيبدأ بحلم والحلم بصير كلمة والكلمة بيسمعوها ناس عندهم أقدام وعندهم محبة حتى يغلبوا الصعوبات. هيدا هو مشروعكم، مشروع حولتوا الحلم لحقيقة وهلأتني كلنا سوا عم نشارك بهالحقيقة اللي حطيتوها على الأرض. حكيتوا كتير عن المشروع وحكيتوا عن فوائده، وبعتقد إنه هذا الشيء صحيح 100%. وأنا اليوم بمخيلتي عم شوف قسم من هالطبيعة، لأني كل حياتي المهنية قضيتها مهمات يا بالجبل يا على الساحل، من اللي بيقدروا جمالات الطبيعة وبيحبوا كمان يحفظوا الشجر ويزيدوا عدده على الأرض اللبناني. أكيد هالمسار بس يمشوا اللبناني بصيروا يحبوا وطنهم أكثر، بصيروا قدروا جماله وبيتعلقوا فيه، والقرى كمان بترجع بتحفظ الناس فيها، لأنه الناس اللي بتمر فيها هي بتصير تكسر الوحدة يلي عايشينها، لأن جمالاً الجبل فيه عزلة، عزلة من التأس وعزلة من قلة اهتمام الناس فيه. فأذن أنا اليوم بهنيكم على تحقيق حلمكم، على أقدامكم وعلى تغلبكم على الصعاب وعلى صبركم. تهنئاً لكم ب الحلم اللي حققته، وهيدا الحلم صار حقيقة نحن بدنا نتمتع فيها مثل كل زوارنا إن شاء الله بالمستقبل، وبصيروا كتار. الله معكم والله يوفقكم. I'm from Australia. من الأردن. From the Netherlands. We've got people coming from all over the world here to get a taste of the Middle East and to see what's going on rather than reading it on the international news media. And this is the best way to do it. And I'm Lebanese American. كل سنة تروح هيك إلا نكهة تبعيتها، إن كان بالدرب سنة بنعمله شمال جنوب، سنة بنعمله جنوب شمال، على طول في عندك ناس جداد عم بيجوا، بتتعرفي على العالم، بتشوفي حتى الدرب كمان بحد ذاته بتأسه بطبيعته بموسمه بالأرض بالتوجه تبعه كله بيتغير. This trail takes you to places that's like views that I wouldn't have imagined that Lebanon has. نحن اليوم نطلع ناس على الدرب لأنه من آمن أنه لبنان عنده غنى إنساني أكبر منه، لقى يمكن المهمة الأساسية هو للبنانية بقلب بعض. ربينا بالحرب ما بنعرف بلدنا، تركت لبنان بكتير زعل وبكتير أنجر، يعني ما كنت أحس أنه ما بدي شيء له علاقة بلبنان، بس كل ما عم بكبر حسيت حسيت انه بدي اتعرف على مين انا ومين الروتس تبعي وبلدي و اكسبلور ديفرنت بارتس اوف لبنان ضيع ما سمع فيها ما عرفي اكزيستد. الشغله هي ابعد من انه حط شنطه على ظهري وعربش جبال واقطع ودين. And I guess what'll stay with us most about the trail is our contact with the people. It's about connecting. ننزل إحنا ببيوت في الضيعة، نتعرف على ثقافة الضيعة، ناكل أكلات الجبل اللبناني. هذا إشي بس مميز للبنان وبس بلبنان، وهذا الإشي رح يخليني أضل أرجع على درب الجبل اللبناني. هو الأساس درب الجبل اللي فتح البيوت وخلينا نستقطب البقايا. It's been so immersive. It's a unique experience. I don't think words can describe that. You have to experience that as a thru-walker and feel that what goes through your mind when it's over. I'm hopeful من وراء my experience مع الإلمتين لبنان في أمل. يعني أنتوا اللي عملتوه بهالعشر سنين
is way beyond any imagination. أنا دوري إنه فرجي هالناس الشقف الحلو والشق الحلو لحتى نحمي الدرب كله سوا، نعمله محمية طبيعية درب الجبل اللبناني أقله. Hike it, protect it. Hike it, protect it. Hike it, protect it. مشي لا تحميه.